هل الدفاع عن النفس خطية؟ لا، الدفاع عن النفس ليس خطية، من حقك انك تدافع عن نفسك. وبولس الرسول دافع عن نفسه اكثر من مرة، لما جم يجلدوه مرة قال لهم هل يجوز لكم ان تجلدوا رجلا رومانيا غير مقضي عليه؟ قالوا له انت روماني؟ قال لهم اي، فاستحى الامير ومنع، مع انه قال 3 مرات قبلت من اليهود 40 جلدة إلا واحد، يعني في بعض أوقات قبل الجلد، وبعض أوقات لما لقى إن في خطأ قانوني هنا دافع عن نفسه. وأيضا لما أراد الوالي أن يسلمه لليهود لكي يقتلوه قال لهم أمام كرسي ولاية قيصر أنا واقف، إلى قيصر رفعت دعواي. قالوا له إلى قيصر تذهب، وما خلهمش يسلموه لليهود لأنه كان عايزين يقتلوه كده بطرق غير عادلة.